في البلد بقى لك قد ايه؟ انا بالظبط 22 سنه. 22 سنه. الشغله بتاعتكم عباره عن ايه بقى؟ اشرح لنا كده انتوا بتعملوا ايه؟ هو اول حاجه كنا بنشتغل فيها قرى، وبعد كده بيت الكلاب. في بقى دكك وكراسي وحاجات بنعملها اشكال، سور، نعمل كافيه، اي حاجه بنعملها من الشجر. اللي بال عليكم الناس بدات تعرف الفرق بين الخشب بتاع الشجر الشق والخشب، الخشب بتاعكم ده اسمه خشب ايه الاول؟ في كافور وفي جزورينا وفي لبخ وفي فيكس، كذا نوع مش نوع واحد. كلهم باسعار واحده ولا لا؟ كل حاجه لها سعر. اغلاهم؟ اغلى حاجه اسمها صرصوع، اغلى حاجه ده في السوق. وانضف حاجه ده انت اللي بتقطعه برضه من الشجر يعني؟ اه بقطعه. بتشتري الشجر ازاي بقى؟ قول لي الشجر بيجي لك ازاي الاول؟ الشجر بيجي يعتبر بنروح نشتريه بالكيلو فلاحين، ناخد الكيلو ب 2 جنيه، جت عندنا هنا واحنا برضه بنشيله وبنزله جوه. وتبدا تقطعه وتعمله الاشكال ازاي؟ بيعملوا بقى الاشكال حسب الزبون. في زبون بيطلع في حته مدوره السمك بتاعها 5 سم كده، وفي زبون بيطلع 3. مش كل الزبائن. اغرب حاجه عملتها ايه؟ اغرب حاجه عملتها من اسبوع كده، عملنا برجوله شكلها حلو وكافيه. بتعملوا برجوله للبيوت وكده؟ اكتر حاجات بتنطلب منكم غير بيوت الكلاب والقرب؟ لا الحاجات دي بقى، هو اكتر حاجه دلوقتي هو بيوت الكلاب. بيوت الكلاب دي بتاعت الراس 700 وانت طالع، جت 2000. 700 وانت طالع؟ جت 2000. بتعملوا البيت من جوه ومن بره؟ كله خشب. كله خشب. ايه الفرق بان انا اشتري خشب ده وانا عايز اشطب محل بتاعي مثلا؟ اجيب الخشب من عندك ما اجيبوش من الخشب التاني؟ المشكلة الخشب الشجر ده استحمل، خشب اللبن مش هيستحمل معاك. في فرق في السعر كمان؟ في فرق جامد. في فرق؟ اه ده اعتبر الشجر ده ارخص من الابيض. ارخص من الابيض قد ايه تقريبا؟ يعني المتر اللبن مش عارف بيعمله 6000، ده المتر ده ما يخشوش في 2000 جنيه. 2000 جنيه. وفي ناس بتيجي تبدا تسيب التاني وبدات تيجي تشوف ده على الشجر ده عشان الشكل والخامه بتاعته جامده. الخامه بتاعته. اه. بتشكلوه بايه بقى؟ بتشكلوه في مكان معين؟ في مكان معين. اه بتقطعوا بيه على بتقطعوا. اه ماشي.